21 40 ايان من الطلعه الاولى ما عدى 100. وشوفوا الخط هذا الى الان ما اختبره، وهو قاع شهر 6 المكسور عند ال 15.5 و15.58 هلل. هذه أهم مقاومات أيام من 15.5، وهو يعادل متوسط 100 على اليومي. أيام طلع في الموجة اللي قبلها، قلنا هذه المقاومة وصل 15.36 وضغط، ورجع اختبر 50 وقعد تحتها يومين ثلاثة، ثم بعد ذلك بدأ يتحرك، بدأت العودة. لذلك الآن وين أهم مقاومات أيام؟ هنا من 15 إلى 15.58 هلل. شوفوا هذه المنطقة لو طلع فوقها أيام واستقر فوقها يصير إن شاء الله يتنشط أكثر. بعدين تجينا 15.96 هذا لقاء سبتمبر، وبعدين نكشف 200، والـ200 قريب 17 عند 16.76 هلل. فدحين عشان نختصر الفيلم ولا نشعتركم بكثرة الأرقام دي، لو جاء واحد سألني قال لي أيان ما شاء الله فوق 15 وين رايح؟ نقول له لو كانوا تمام أهم مقاومة هنا 15.5 15.58 هذا. إذا تخطى سقف البولينجر عند 15.20 22 هذا. يلا على العموم تعالوا نرسم القناة الصاعدة في أيان ومن قاع الموجة في ديسمبر. شايفين كيف احترم المسار؟ شفتوا؟ هذه قناة الصاعدة الآن. طبعا قناة الصاعدة لو تلاحظوا إذا قربنا من متوسط 100 وقربنا من الخط هذا يكون قريبين من سقف القناة أو الدور الأول. يلا أقرب دعم للسهم الآن 14.80. يلا ما داموا فوق 14.80 فين رايح؟ 15.5 15.58. هيا لا حد يسألني بعد، لو تقعد أسبوع زمان أيان فوق 14.80 فين هدفه؟ 15.5 15.58. لما يكسر 14.80 يصير الهدف تحت. وين هدفه؟ تحت على طول، عينك على المتوسط وعينك على الترين، يعني قريب إيش؟ ما بين 14.5 إلى 14.35 هلل. دحين إحنا فوق 14.80 نتفائل بإيش؟ نتفائل إنه رايحين فوق. نكسر 14.80 نتشائم إنه نازلين تحت. فنحن إيش يهمنا؟ يهمنا إنه يروح فوق إن شاء الله، لأنه فوق 14.80 يعني معطينا إن شاء الله توجه للأعلى. شوفوا النطاق ضيق جدا، ولكن هذه إمكانيات السهم الحالية الآن. لكن وين الأماكن الأكثر أهمية في المستقبل؟ طبعا لما تعدي 17 وتعدي متوسط 200، وبالذات هذا الخط هذا حق نوفمبر ده، هذا قريب 18-30، وهناك الشغل الكبير. هذا الشغل من هنا حتى 18 شغل مضاربات وتذبذبات تعتبر. لكن لما توصلوا في المستقبل 18-30 وتخترقوها تكون اخترقتوا خط المسار الهابط في الموجة كلها. من أعلى قمة هبط منها السهم في عام 2021 29-35. اللي بيعرف مناطق الشمن كحل الكبرى هناك، أما هنا كل هذا زي ما يقولوا عمليات ترميم. أنتوا لسه في الدور الأول، لسه قدامكم ترميم في الدور الثاني، لأنه السهم بصراحة آخر مرة يوم خرب الفيلم في الموجة ديك، يوم جاء كسر الترند هذا. تخيلوا أنه لما كسر الترند هذا ما اختبروا، وعشان يختبروا قريب 200، يعني شوفوا قريب 17. لذلك نحن مهما مدحنا أيان مضاربيا يبقى المدح على قده كده، يعني نقاطه كلها محدودة. والآن لفت نظري أنه عدى 15 ريال، عشان كده قلنا نوريكم وين ممكن يروح لو كان نشط يعني. فلما يوصل 15.5 15.58 حيكون عند منطقة قوية، يعني متوسط 100 ومنطقة قاع مكسور. ولو جاء واحد دخل الآن في السهم خلاص عرف إنه لو كان شغله سريع يقول لك يلا 14.80 دعمي، فرق 20 هلله بسيط في مقابل أكسب نص ريال، يعني لو أخذوا قريب 15.